الايديومز هي عباره عن تعبيرات او مصطلحات. التعبيرات او المصطلحات ديت بتستخدم في مواقف معينه وليها معنى معين. المعنى دوت ما ينفعش انك تفهمه من انك تحلل كل كلمه في المصطلح، لا، هو المصطلح على بعضه بيبقى ليه معنى معين وبيستخدم في مواقف معينه. طول عمري كنت متعود ان انا اتعلم الايديومز ديت من خلال ان انا اعرف القصه بتاعتها، وده الجديد اللي هنشوفه مع بعض في الفيديو النهارده. هناخد the most common idioms in English وهناخد القصة بتاعت كل مصطلح. مثلا اللغة العربية عندنا مثلا في تعبير مشهور جدا اسمه إيه اللي اختش ومات. أيام الدولة العثمانية كان في حمام مغربي، الحمام المغربي دوت كان للسيدات ومسكت فيه حريقة. الستات ما رديوش يطلعوا نيكد أو من غير هدوم يعني، دول اللي ماتوا، ومن هنا جه التعبير بتاع اللي اختشوا ماتوا. أول إيديوم معانا on the ball، ولما تقول له واحد on the ball معناها إنك مسيطر أو you are focused on the ball. Welcome on board، وأحيانا بتقال welcome aboard. التعبير ده دايما بنقوله لأي حد بيخش مجموعة جديدة. واحد صاحبك لسه جاي جديد معاك في الشغل ممكن تقول له welcome on board. واحد صاحبك داخل معاك كورس جديد ممكن تقول له welcome on board. بورد مش معناها بس السبورة، معناها كمان سطح السفينة. في ايام زمان القبطان او الكابتن كان دايما يقول للناس اللي طالعة جديدة على السفينة welcome on board welcome on board، وبعدين الموضوع خرج من اطار الملاحة البحرية بقى بيتقال على مستوى العالم كله لأي منضم جديد. فلو انت لسه متابع جديد للفيديوز بتاعتي عاوز اقولك welcome on board. beat around the bushes، ومعناها بالعربي يلف ويدور، وطبعا لو نفتها هنقول don't beat around the bushes، يعني بلاش لف ودوران. الاصل بتاع المصطلح ان زمان الناس لما كانت بتصطاد وز بري كانوا دايما بيستخبوا في الشجر، لان بوش معناها شجيره صغنونه، ومن هنا جه التعبير بتاع المصطلح انهم بيحاولوا يتخفوا لغايه لما يصطادوا. I've got it in the bag. I've got it in the bag معناها او مصطلح بنستخدمه لما بتبقى ضامن المكسب، يعني عندك اقتناع ان كل حاجة انت متوقع بيها هتحصل. يعني مثلا زي بالعربي كده عاوز تقول انا ضامن الموضوع او انا مطمن ما تقلقش خالص. وما يجي واحد صاحبك مثلا يقول لك إيه عملت ايه في المقابلة الجديدة، تقول له I've got it in the bag، يعني انا ضامن وحاسس ان انا هعدي ان شاء الله. الاصل بتاع المصطلح جاي من رياضة البيسبول. كان في فريق مشهور جدا في نيو جيرسي في امريكا. الفريق دوت كانوا دايما بيتفائلوا بانهم ياخدوا كرات البيسبول معاهم ويحطوها في شنطه وهم رايحين كل ماتش، لدرجه انهم كسبوا 29 ماتش ورا بعض. ومن ساعتها دايما طلعت الكلمه بتاعت كل ما يفوزوا كان يقول لك I've got it in the bag، I've got it in the bag. Straight from the horse mouth، يعني من مصدر موثوق منه. الاصل هنا بتاع المصطلح دوت اصل الى حد ما علمي. انت عشان تقدر تجيب السن مثلا او العمر بتاع الحصان ممكن تجيبه لو انت عندك خبرة في الموضوع من خلال انك تبص على بق الحصان. فلما تقول دايما واحد مثلا تقول له انت جايب المعلومات دي منين، لو هو قالك straight from the horse's mouth يعني من مصدر موثوق منه. don't let the cat out of the bag، يعني خلي الموضوع ما بيني وما بينك، وما تجيبش سيرة لحد. والمصطلح دوت اصله تاريخي. القرن السادس عشر كان في موجه من السرقه او من النصب من خلال النصاب كان بيبيع القطط على اساس انها خنازير. يعني كانوا بيجيبوا شنط ويبيعوها للناس، والشنط كانت بتبقى مقفوله وكانوا بيحطين جواها قطط بدل ما بيحطوا جواها خنازير. فمن هنا جه المصطلح بتاع don't let the cat out of the bag، يعني ما تطلعش القطه بره الشنطه عشان تعرف تنصب النصبايه الحلوه ويفتكروا انها خنزير وهي جوه الشنطه. بعد القصه اللي انا قلتها دي هتفضل فاكر الايديومز دي مده كبيره جدا. دايما اتعلم الايديوم بالقصه بتاعته. Thanks for your time.